ما تضيع زمنك في غلات ومجموعات ها ها ها. وذاك يرسل صورة لسان طالع برا، شفت كيف؟ واحد يرسل صورة اضنين ولا ما حاصل أجيبه لكم من مجموعاتكم، في ناس بيوثقوه بيرسلوا لي. فما تضيع زمنك يا ناس، نحن ما بنحرم النت، هو بنقول برضو الدعوة، لكن بنحرم الاستخدام السيء له ولغيره وضياع الأوقات. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها. لو قال الدنيا ملعونة بتشمل الدنيا وشنو ومتعلق ملحقاتها، لكن عشان يكرر لك ويأكد لك إنه الموضوع ده ما نافع، الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله. في ناس بيسلموا من الصلاة شفتهم بعيني، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يطلع على الموبايل والله جريت 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 ومشغل، لا بقول استغفر الله ثلاثة، ولا بقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، ولا بقوم يعمل نصيحة. جامع ده جا يتكلم فيه حميد بابكر وقال لهم دعاء الموتى بجوز والشيوخ بيخلقوا وبيحيوا بيميتوا، انت شغال تلعب؟ وفي واحدين بيلعبوا هنبوكات هنا بضيعوا زمنهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. وأسوأ من ديل الزول اللي بينشر للمجاهيل. شيخ ظهر يقول لك شرح صحيح البخاري، جماعة ينشروا له وتلقاه ذاته يسمع عليه ويكتف الفوائد، يخص سماع لسماع. والشيخ ده قاعد بعيد هناك وما لقيته، أنت عندك نفس صحيح كتاب التوحيد الشرح، الزول ده شرح العثيمين، شرح بن باز الألباني، الفوزان، شيخ ربيع، شيخ محمد بن هادي، غير من العلماء. تسمع ده ولا تسمع ده؟ أسألك بالله.